نظمت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة ببغداد مؤتمرا صحفيا يتم من خلاله تقييم الموسم التسويقي لمحصول الحنطة. وأكد وزير التجارة علاء الجبوري خلال المؤتمر أكد أن الشركة حققت نجاحات كبيرة على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي أثرت سلبا على المحصول، كاشفا عن أن حاجة العراق السنوية تبلغ 4,500,000 طن من الحنطة، مبينا أن إنتاج هذا العام وصل إلى نحو 2,180,000 طن، أي ما يعادل نصف الاحتياج السنوي. العراق كمنتج لمادة القمح شهدت هذه المادة إنتاجا بشكل يمكن أن يكون جيد في السنوات الأخيرة، خاصة سنة 2020 كانت الكميات المستلمة 5,000,000 طن وما يزود عن ذلك. حاجة العراق السنوية 4,500,000 طن بواقع 10 حصص توزع في السنة، ومادة الحنطة هي مادة مدعومة من قبل الحكومة العراقية. حقيقة عملية إيصال هذه المادة ووجود هذه المادة في مخازن وزارة التجارة هي خاضعة إلى الاستيراد كشق، وايضا الوزاره لم تستورد للسنتين الماضيتين، في هذه السنه بدات، وهناك ايضا خطه استراتيجيه وضعت للوزاره لاستيراد هذه الماده من قانون الامن الغذائي اللي خصص مبالغ لاستيراد ماده الحنطه. النقطه الثانيه يكون ضمن المنتج المحلي اللي وصل الى يوم امس 2,102,000. ملف ايضا مستحقات الفلاحين هذه السنه اختلف عن السنوات الماضيه، سددت كافة المبالغ سنة 2021، وأيضا المبالغ إلى الآن سددت ما يقارب 70% منها، أعتقد يعني 7 محافظات إلى 8 محافظات صفرت بشكل كامل واستلموا فلاحيها كافة المستحقات. بعض المحافظات الأخرى نتيجة تسويقها للمحصول بشكل متأخر لا زالت عمليات الاستلام تجري، هناك تنسيق كبير حقيقة مع وزارة المالية بدفع هذه المستحقات. كان موسم ناجح بكل المعايير، لم نتلمس اي مشكله، بالعكس كان لدينا لجنه تسويقيه عليا تتابع كل التفاصيل من خلال القرارات السريعه، وهنا اثمن دور الاخوان في مكتب السيد رئيس الوزراء وممثلهم في هذه اللجنه وممثل جهاز الامن الوطني الاخ السيد عباس، فضلا عن الاخوان في الرقابه التجاريه والجمعيات الفلاحيه.